الخميس 28 نوفمبر 2019 في عرب وود الليلة. عرب وود يواكب زيارة المخرجة الأمريكية مولي سميث في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة، فماذا قالت عن تعاونها مع خالد النبوي؟ I thought, ah, this might be the right actor to play President Sadat. كل ما تريد معرفته عن مسلسل ذا ويتشر. شراكة أحمد مراد مع مهرجان القاهرة السينمائي من أجل القراءة. قدمنا مسابقة في القصة القصيرة، فاز فيها 20 حد من آلاف. عرب وود يدخل كواليس فيلم باب معزول. فيلم روائي قصير، ودي أول مرة فعلاً أعمل النوعية دي. أقيمت احتفالية لمبادرة أيريد في القاهرة، واللي حضرها الروائي والسيناريست أحمد مراد، واللي اتكلم خلال الحفل عن فكرة المبادرة اللي بيناشد من خلالها العودة للقراءة عبر تطبيق زكي على الموبايل. كمان اتكلم أحمد مراد عن الشراكة بين أيريد ومهرجان القاهرة السينمائي اللي رحب بالفكرة ودعمها، وأعلن كمان عن تفاصيل مسابقة أيريد وكمان أسماء النجوم اللي شاركوا في لجنة التحكيم، وهم صبا مبارك وظفر العابدين وتامر محسن. النهاردة في أيريد أوردز احنا عاملين مسابقة لقصة قصيرة ومسابقة للمعالجة السينمائية، علشان بنحاول ان احنا نزود الكتاب ونزود ال 23 كاتب في الفترة الجاية، وان شاء الله يكونوا جيل الكتاب الجديد. على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، قدمت مسابقة أيريد أوردز فرصة حقيقية للموهوبين بكتابة السيناريو وتطوير المحتوى الإعلامي. احنا جالنا حوالي أكتر من 2500 عمل، وفي الآخر اختاروا العشرين دول طبقا طبعا للمعايير، اللغة، معايير القصة، الحبكة، كل الحاجات دي طبعا هو ليهم معاييرهم، منهم لجنة تحكيم القصة القصيرة. وضمت لجنة تحكيم المسابقة نخبة من المتخصصين بالمجال، يلي كان بينهم الأمين عام المجلس الأعلى للثقافي الدكتور هشام عزمي، وهالة حجازي العضو المنتدب لشركة النيل الإنتاج الإذاعي، وأيضا الكاتب والسيناريست أحمد مراد. المسابقة احنا بدأناها من فترة، من شهور يعني، وقدمنا مسابقة في القصة القصيرة، فاز فيها 20 حد من آلاف، كتير قوي. عملنا العشرين دول بالشراكة مع دار الشروق، ان احنا نعملهم كتاب مجاني وينزل على الستور كمان عشان يبقى مقروء إلكتروني، وكمان ساوند بوك مجاني اليوم، وتقديم شهادات وجوائز النهاردة. قيمة الجوائز حوالي 50,000 تقريبا لكل فرع كمان يعني، ده فرع قصة قصيرة. الفرع التاني اللي هو المعالجة السينمائية. وحضر الإيفنت الإعلامي مروان يونس يلي شارك من قبل بالحملات الدعائية الخاصة بأيريد بأسلوبه يلي بيتميز دايماً بالبساطة والمرح. أنا ما أوريدي ما فولور للبروجكت بتاع أيريد ده بقالي فترة يعني، وشاركت فيه طلعت في فيديو من الفيديوهات يعني، عشان سألوني بقرأ أيه ومش بقرأ أيه والحاجات دي. أنا بالنسبة لي البروجكت نفسه مهم جداً بصراحة. أتمنى أن المبادرة زي دي تشجع ناس تقرأ تاني حتى لو إلكتروني يعني، لأن خلاص هو مش لازم يبقى ورقي ونبقى زي بابا وماما ونشم الكتاب ونحضنه كده، لا عادي ممكن يبقى آيباد وبتاع. حلو قوي 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 قوي، شياكة الشياكة حلوة.
هننتقل دلوقتي عن زميلتنا سلمى الأزاز في النيوز روم. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير جوري. بشكل ناجح جدا استمرت فعاليات موسم الرياض والدرعية، الحدث الأبرز في المنطقة العربية خلال أكثر من شهر والمستمر حتى يناير القادم، وزي ما عودناكم كل أخبار السيزن بتتنقل لكم من خلالنا أول بأول. اختتمت منافسات مسابقة الفاروق احدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه يلي اطلقها معالي المستشار تركي آل الشيخ، وسلمت الجوائز للفائزين بالمسابقة بفئات ثلاثة وهي الفروسية، الرمية والسباحة، ووصل مجموع جوائز مسابقة الفاروق إلى أكثر من 1,000,000 ريال سعودي، تم تقسيمها على 60 فائز من الذكور والإناث بالتحديات الثلاثة. وبختام المسابقة قدمت مسرحية ملحمية عن أشهر وصايا وحكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويلي بتعبر عن المسابقة وأهدافها والمأخوذة من مقولة عمر بن الخطاب: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. موسم الدرعية وتحديداً نزال الدرعية التاريخي لنهائي بطولة العالم للوزن الثقيل بالملاكمة، يلي بيجمع بين الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا ومنافسه المكسيكي أندي روز جونيور، يلي يقام يوم 7 ديسمبر المقبل على حلبة ميدان الدرعية، إضافة إلى 3 نزالات عالمية تسبق القمة المرتقبة وبيشارك فيها نجوم كبار على مستوى اللعبة حول العالم. وبيسعى الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا لاستعادة ألقابه ببطولة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة الدولية من بعد تعرضه لهزيمة مؤلمة بنيويورك، حيث رح يقود لقاء الثأر مع خصمه المكسيكي أندي روز جونيور بنزال الدرعية التاريخي. You know what? It's international. It's good. وستقام بطولة العالم بالملاكمة للوزن الثقيل يلي تعتبر الأولى بالشرق الأوسط على ميدان الدرعية يلي بني خصيصاً لإلها، ويلي بيتسع ل 15,000 مقعد وبيوقع بقلب الموقع التاريخي التابع لمنظمة اليونسكو للتراث العالمي والمعروف بموطن الملوك والأبطال. تعود WWE إلى الرياض في ملعب الملك فهد الدولي. And what a night it's gonna be. The party is just getting started. بينما لؤلؤة الملاعب تستضيف حدث موسم الرياض المميز. وعلى سيرة موسم الرياض، بيستعد مسرح أبو بكر سالم غدا لاستقبال واحدة من أهم حفلات الموسم، وهي الحفلة اللي بتجمع ما بين أصالة نصري، شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي. واحنا هنا في غرفة تحرير الأخبار جهزنا لكم كواليس بروفة أغاني أصالة مع المايسترو هاني فرحات استعدادا لحفلة غدا. هتغني أصالة 16 أغنية من أحلى أغانيها الخليجي والمصري، منقيين يعني البرنامج اللي الجمهور الخليجي بيحبه من أصالة. بكل حماس بيستعد الموسيقار هاني فرحات بكامل فرقته لحفلة أصالة بموسم الرياض، وبالبروفة التركيز كان واضح جدا على كل العازفين. برغم تركيزه الشديد بالبروفة إلا أنه كان مستمتع جدا بها. أنا محظوظ أن أنا عندي جيل من العازفين بالمستوى والرقي والتعليم الراقي ده. بصراحة الشباب دي بيلعبوا تشايكوفسكي وبيلعبوا رخمانينوف وبيلعبوا يعني حاجات
مزيكا صعبه جدا ومعقده جدا، فهم يتحطوا قدامهم اي نوته يقروها زي اي حد ما بيقرا جورنال يعني. شكل فرحات واصاله ثنائي مميز قدمه خلاله سلسله من الحفلات الضخمه والتي دوما ما ترفع شعار كامل العدد. هي مستريحه وانا مستريح، فانا ببدا العب مزيكا احلى شويه وهي بتبدا تغني احلى شويه، فلا اصاله ووقوفي جنبها على المسرح بيخليني اطلع كل اللي عندي، واعتقد برضو ان انا بخليها او بحاول اخليها تطلع كل اللي عندها. وبرغم علاقته المستمره معها الا انها دوما ما تفاجئها على المسرح. هي اصاله هي اللي بتفاجئني على المسرح، يعني هي دايما انا ببقى مستني هتعمل هتفاجئني بايه. باذن من صديقي وحبيبي هاني فرحات، اهم مايسترو انا تعاملت معه، من اهم الناس اللي تعاملت معهم. أصالة ست عظيمة، موهبة عظيمة من المواهب العربية العظيمة، اللي احنا يعني محظوظين ان احنا موجودين في الوقت اللي هي موجود فيه اللي هي موجودة فيه. صدفة لما جه قصادها نسيت اللي عملوا فيها وسامحته قبل ما حد يجي ويسلم علينا. من بعد المنافسة القوية بموسم الرياض توقعاته كبيرة جداً للحفل. كل حفلة بيبهروني بالستيج وبالإضاءة وخلقين جو من التنافس ما بين الشركات عظيم، فكل شركة بتحاول تعمل أحسن ما عندها. الحفلات كلها مهمة جداً 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 لموسم الرياض. من القاهرة بننتقل لدبي مع زميلتنا نهى طرابلسي وتغطية مميزة لاحتفالية مجلة ماري كلير أريبيا واللي أقيمت لاختيار أفضل عطر لعام 2019 بحضور عدد من المشاهير. مرحبا بيك فرح وشكرا على الدعوة لهالإيفنت الحلو، احكي لنا التفاصيل. يعني اول مره بسمع بدبي جائزه لافضل عطر. احنا هذا الايفنت نعمله عاده عالميا، بيعملوا كل الماري كلير العالميه بيعملوا هذا الايفنت، بس كيف بيعملوا؟ بس جوات المكتب عندهم، يعني بس بالجورناليست تبعهم الاديتورز. نحن حبينا هالمره نجيب العالم اللي بنشتغل معهم دائما اللي هن بارت اوف اور كوميونيتي واور فاميلي بنقولهم. سو نقينا تقريبا 20 شخص، عملنا جاذرينج صغير لينقوا البرفيوم اللي عملوه الجديد البراندز مع العود. نحن ماري كلير أريبيا بنشتغل مع العود انترناشنال براندز، يعني كان عندك شوبار، لوي فيتون، ديور ايتترا. سو جبنا العالم خليناهم كل واحد بلا ما نقول لهم شو هو البرفيوم ينقوا يشموا يقولوا لنا هذا افضل برفيوم هيدا. سو تنقى اكشلي اليوم الديور، ديور اكثر واحد كان حابينه العالم. مرحبا بيك سارة في برنامج عرب وود، احكي لنا اليوم على مسابقة البارفان او الفعالية اللي عملتها ماري كلير أريبيا. اكيد، شكرا لحضوركم معنا. اسمي سارة رشيد، محررة الجمال الرئيسية بمجلة ماري كلير العربية. The Perfume Awards هي جائزة معروفة عالميا، الايفنت بيصير بباريس بلندن وهلأ عم يصير بدبي. نحن فخورين كتير نقدم هالجائزة يلي بتحكي عن أفضل عطر شرقي لعام 2019. على أي أساس بتختاروا العطور؟ بصراحة ما في هو أي كاتيجوري معين، دائماً عم نحاول إنه يكون التقييم أوبجكتيف، وفي معنا ضيوف خبراء بالعطورات هن كتير بيعرفوا بكيف العطر لازم يكون، وبالنهاية هو اختيار أو انتقاء العطر هي مسألة شخصية، فما فينا نقول إنه هذا الشيء أفضل من هذا الشيء أو هذا المكونات أفضل من هالمكونات. بالنهاية نحن حابين نعبر عن شيء امتداد لشخصيتنا وامتداد لحبنا لهيك عطورات عربية. مرحبا بك انجي في برنامج عرب وود، احكي لنا اليوم على حضورك في تنقية البارفان Your Best Perfume. صراحة دعيتني صديقة لإلي اسمها فرح كريدية، يعني فرح بعرفها من 15 سنة كنا نشتغل سوا، وهي هلأ صارت بماري كلير وعملوا هيدي
I think it's an amazing award. وما كنت عارفة أنا جاي أساساً لشوفها، بعدين اكتشفت أنه it's such a beautiful event. وعن جد شو هالعلاقة الكتير special بين المرأة والبرفيوم تبعها. والحلو باختيار البرفيوم اللي بيعجبنا to vote ويربح جايزة، أنه هيدا رأي كتير شخصي، وأنه أنا يعني عم تشمي different scents لكذا perfume، وبعدين بتختار الشيء اللي هو أقرب لشخصيتك مش الشيء اللي هو أحلى perfume. And I think this is amazing. رح تتعاملي مرة ثانية مع إليسا ولا لا؟ أكيد دايما في تعامل مع إليسا، لأنه صداقة موجودة وعطول يعني نحن بنتناقش بأفكار ممكن نعملها للألبوم الجديد تبعها. سو هيدا الموضوع دايما وارد، وكمان في تقريبا مشروعين لتو ميوزك فيديوز، واحد منهم it's an international collaboration، والثاني هو كمان مع فنانة بحبها كتير كمان صورت لها قبل هلا، وعاملة سبيشل سونغ للبنان، وإذا قال لها راد عم حضر. مرحبا بك عبيدة في برنامج عرب وود، احكي لنا اليوم على هالجامعة الحلوة وجائزة أفضل عطر مع ماري كلير أريبيا. للمرة الثانية على التوالي نحن بنعمل بري دو بارفان. هالجائزة هي جائزة عالمية تحت مجلة ماري كلير. حبينا هالسنة تكون بدار العطور بالشندغة ليجتمعوا نساء عربيات موجودين من الإمارات أو من خارج الإمارات، من دول عمان، البحرين، كمان في لبنانيات كمان كانوا، ليصوتوا لأفضل عطر هن بحبوه. عربود الليلة، إنجي المقدم في قصة حب مع شاب أصغر منها. مدربة صوت وبتتعرف من خلال الورشة اللي بتديها دي على شاب صغير. نجوم حقا والنجومية في وقت قصير. الحمد لله كرم من ربنا كبير ليا، والنجاح ده مش جاي من فراغ، جاي من تعب ناس كتير قوي. في أكثر من فنان اتميز بأدائه التمثيلي واستطاع الوصول للنجومية في وقت قصير، وده طبعا من خلال أعماله اللي لمست قلبه وذهن الجمهور. فخلينا نروح ونشوف من هم هؤلاء النجوم. لم يعتمد محمد الشرنوبي على والده الملحن فاروق الشرنوبي في الوصول للنجومية، حيث اعتمد على أدائه الفني وموهبته، كما أنه يتمتع بصوت عذب وإحساس مرهف. وشارك محمد في العديد من الأعمال الفنية، وقام بطرح ألبوم الغنائي زي الفصول الأربعة، وزادت نجوميته بعد مشاركته في فيلم الممر. وعشان كده الجهاز ده لازم يتصلح يا حسين، عشان نبعث لهم إحداثيات المكان اللي احنا فيه، احنا فين هم فين كده. كما حقق محمد عز نجاحا في السنوات الأخيرة، فكانت بدايته في مجال التصوير الفوتوغرافي، واتجه بعدها لعالم التمثيل إيمانا بموهبته، فقد تدرب على يد المخرج خالد جلال ودرس بورش التمثيل. أما عن بداياته كانت من خلال دور صغير بمسلسل راجل وست ستات، كما شارك بمسلسل الأب الروحي وجسد دور يحيى العطار الذي اشتهر به بين الجمهور، وكان ذلك العمل الفني بمثابة انطلاقته إلى طريق النجومية. و
طبعاً أسماء أبو اليزيد ذات الملامح المصرية الأصيلة، فكانت بدايتها بفرقة بهجاجة الغنائية، وبعدها اتجهت للتمثيل من خلال مسلسلية أنا عشقت وهذا المساء. مالك؟ ابن الكلب بيقول إنه نازل الفيديو عنه. يا ناري صوري وبعدها لمسلسل ليالي أجوني، والذي يعتبر الانطلاقة الحقيقية لها، إلى أن وصلت للبطولة في مسلسل زودياك التي تميزت به بأداء رائع، كما شاركت بأكثر من عمل سينمائي كان آخرها الممر. ماني خايفة، زمايلكم معه بيحموه. زمايلنا مين؟ الأسرة اللي بالمعسكر. أما علي الطيب فلفت الأنظار تجاهه من خلال أكثر من عمل على مدار السنوات القليلة الماضية، وأثبت موهبته وقدرته من خلال الشخصيات التي قدمها، وأبرزها البسطاوي في مسلسل أهدى اللي صار، وتعلق الجمهور به في مسلسل قبيل بشخصية عبد الرحمن أمام محمد ممدوح. الحمد لله كرم من ربنا كبير ليا، والنجاح ده مش جاي من فراغ، جاي من تعب ناس كتير قوي في المسلسل. كل العناصر اللي كانت في المسلسل او كل قسم في المسلسل كان بيشتغل بايده واسنانه، وكل واحد عايز يطلع احسن حاجه. مع الاصدارات الفنيه العالميه يلي بتتجدد اسبوعيا، وبنلقي فيها ضوء على كل شيء جديد، حيث طرحت أليشيا كيز فيديو كليب لاغنيه سينجل بعنوان تايم ماشين. وطرحت كاميلا كابيو فيديو كليب لأغنية Living Proof يلي رح تصدر ضمن ألبومها التاني رومانس المقرر طرحه الشهر القادم. كشفت كاشا عن أحدث أغنيتها المصورة My Own Dance يلي رح تطرح بألبوم الرابع High Road بيناير 2020. You're the party girl, you're the tragedy, but the funny thing is I'm fucking everything. Hey, I don't do that dance. Hey, I don't do that. Hey, I don't do that dance. أما ميلاني مارتينيز فطرحت فيديو كليب لأغنية دراما كلاب من ألبومها K12 يلي طرحته بسبتمبر الماضي. فيما أصدر فريق Panic at the Disco فيديو كليب لأغنية Into the Unknown من فيلم Frozen 2 ويلي يعرض حاليا بدور العرض حول العالم. You're not a voice, you're just a ringing in my ear, and if I heard you, which I don't, I'm spoken for, I fear. Everyone I've ever thought is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure. I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. بينما طرح البريتش رابر ستورمزي فيديو كليب لأغنية Own It بالتعاون مع تشيرين وبرنا بوي يلي رح تصدر ضمن ألبومه الثاني Heavy Is The Head الشهر القادم. Lights down for the one I love right now. You never look better. Forget our friends, girl, I love it.
when we chill together. Ain't nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss, I want another one. You got a sick vibe, I want it one on one. Up to now, nobody knew where I was coming from. But we got the same mind, so I don't wanna waste time. Bring it to me. أما على الألبوميت فطرح روبي ويليامز ألبوم The Christmas Present يلي بيضم 28 أغنية. كما طرح أيضاً فريق Coldplay ألبوم الثامن Everyday Life وبدون 16 أغنية. فيلم باب معزولة والعمل المنتظر اللي بتراهن عليه إنجل مقدم واللي بيأكد على قدرتها كممثلة، خصوصا انها بتقدم فيه شخصية ممكن ما تكونش مقبولة اجتماعيا. بس إنجي حبت انها تتحدى نفسها كممثلة من خلال فيلم باب معزول اللي دخلنا كواليسه، وحملنا لإنجي سؤال مهم جدا من متابعيها على السوشيال ميديا، وهو ازاي قدرت تنقص من وزنها بالشكل الكبير ده في مسلسل حواديد الشانزليزيه. انا اللي هكلك. طيب باب معزول فيلم روائي قصير، ودي أول مرة فعلاً أعمل النوعية دي اللي هي بتكون دايماً مواضيعها مختلفة خارج الصندوق. حمست الفكرة الأفلام اللي برا حسابات السوق، بيفكروكي أو بيرجعوكي كده للبدايات. يعني أنا بشتغل في الفيلم ده لمتعتي الشخصية. كان هناك موقف جمعها بمخرج الفيلم إسلام رزة، حمسها جداً للمشاركة في العمل. أنا إسلام عارفاه أو تعرفت عليه من خلال انترفيو قصير كده اتعمل، بس عمله بشكل مختلف خالص، عمله كده زي كليب، وفكرته كانت صايعة عارفة زي ما بيقولوا، يعني حاجة كده مختلفة قوي. عرضت الفيلم على إنجي، وأنا كنت اشتغلت معها قبل كده في برنامج كنت أخرجت لها حاجة يعني، وبعتها لها وما كنتش متاكد انها توافق يعني. لقيتها يعني مستموته على الفيلم، قالت لي انا اللي عامل الفيلم ده، ما حدش غيري هيعمل الفيلم ده، وحبت جدا الورق وحمستني كمان اكتر للفيلم. احنا كل حد اشترك في الفيلم ده اقدر اقول لك ان هو نفسه اشترك في الميزانيه. وبتقدم انجي في الفيلم دور فتاه تقع في حب شاب اصغر منها في العمر. فيلم بتدور احداثه في استوديو صوت، انا بعمل دور انجي اللي هي مدربة صوت، وبتتعرف من خلال الورشة اللي بتديها دي على شاب صغير في السن جدا أصغر منها بكتير، وبيحصل كده انجذاب. الفنان الشاب أحمد عنان هو اللي بيشاركها البطولة واللي واجه صعوبات في تقديمه للدور أمامها. مش عارف، بس اللي هو إيه، أكيد اتربيت في الأول برضو إن يعني من الدور، لأن الدور صعب مش سهل، هو ولد مختلف شوية فالدور مش سهل يعني. واستغلينا فرصة لقائنا بإنجي وسألناها أيضاً عن الشخصية اللي نشرت بوست عنها على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة. جيسون سيلفا ده هو فيلسوف حديث، وأنا اكتشفته من حوالي سنتين تقريباً، ومن ساعتها وأنا متابعة ليه يعني. كلمنا يعني على الإنستجرام قبل كده، وكان قايل لي إن هو هيجي مصر، كان بيعمل محاضرة في الجامعة الأمريكية، وطلب مني ان انا اقدمه في المحاضره دي، فروحت وقدمته دي كلمه يعني في المحاضره دي قدمته بيها، وتعرفنا وكل المجموعه خرجنا اتغدينا وتقربت له اكتر وكلمت معاه. وقبل ما ننهي لقاءنا معاها كان لازم نسالها عن سبب فقدها لوزنها بشكل ملحوظ، والذي كان واضح في مسلسلها الذي يعرض حاليا حواديت الشانزليزيه. لا دايت مقصوده يعني، كنت عايزه اخس فعلا الفتره دي، خصوصا وانا بصور حواديت الشانزليزيه، وبعدين كان عندي مهرجان الجونه، بعد دلوقتي مهرجان القاهره والفيلم، عايزه اكون محافظه على نفسي يعني.
بعد الفاصل في عرب وود الليلة. فنانات حملنا على الهودج المغربي. حاجة غريبة جداً إن فنان أغاني تفشل ويستمر في طرح أغاني ما بيقدمش من خلالها جديد فيستمر في الفشل. هو ده غريب جداً فعلاً، بس إيجي أزاليا مش أول مغنية تعمل كده، لأن في فنانين كتير تانيين اتبعوا نفس الأسلوب زي نيكي ميناج. ده حقيقي، فكل السينجلز اللي قدمتها بعد ألبومها الأخير كوين كان مصيرها الفشل، وده اللي خلاها تحاول تلفت الانتباه ليها من خلال صراعاتها المستمرة مع الكتير من المشاهير زي كاردي بي وترافيس سكوت وصديقته السابقة كايلي جينر، وحاولت إنها تسلط السبوت لايت عليها مرة تانية، وده من خلال إعلانها الاعتزال، لكنها رجعت ونفت ده وأكدت إنها مستمرة وبتحضر للألبوم الجديد. وفي كمان مايلي سايرس اللي بتسير على خطى إيجي ونيكي من فترة، فالميني ألبوم بتاعها الجديد شيز كامينج كان بمثابة صدمة للجميع. فعلاً الفانز والنقاد كانوا شايفين إن أغنيات الألبوم مستواها أقل من أغنياتها القديمة زي بريكنج بول، وبالرغم من كل ده مايلي هتطرح ألبوم جديد بعنوان شيز مايلي سايرس قريباً. في عدد من النجمات اللي اتكرموا مؤخرا في المغرب، وكنوع من الاحتفال بيهم قام المضيفين بزف النجمات على الطريقة المغربية وحملهم على الأعماق من خلال الهودج أو ما يعرف في المغرب بالعمارية. فخلونا نعرف سوا مين هم أبرز هؤلاء النجوم. طلت وفاء عامر على جمهورها مؤخرا من خلال هودج عروس وترقصت على انغام الزفه المغربيه، وذلك اثناء تكريمها في الدوره ال24 من مهرجان الرباط بالمغرب، كما حرصت على ارتداء قفطان مغربي باللون الاحمر. ونفس الأمر حدث مع سمية الخشاب من قبل، والتي حملت أيضاً على الهودج أثناء استلامها لجائزة عن مجمل أعمالها الفنية من مهرجان سينما الشاطئ بالمغرب، كما ظهرت مرتدية أكثر من قفطان مغربي من تصميم فاطمة الزهراء الإدريسي. بينما ظهرت دينا عبدالله على الهودج أثناء تكريمها في تظاهرة أوسكار رائدات بالمغرب، ووصلت إلى قاعة الحفل على الزفة المغربية والزغاريد ورفقتها وقتها الفنانة إلهام شاهين. وكان قد استقبل أهل المغرب عدد من المطربات اللبنانيات أثناء إحيائهم عدد من الحفلات الغنائية، وكان من أبرزهم ميريام فارس والتي حملت فوق الهودج وتفاعلت مع أنغام الموسيقى المغربية، ونفس الأمر تكرر مع هيفاء وهبي ونجوى كرم في أماكن مختلفة بالمغرب.
بعد الفاصل في عرب ودي الليلة، المخرجة الأمريكية مول سميث في إطلالة استثنائية مع خالد النبوي. كانت سبباً في تحولي من خالد النبوي إلى الرئيس أنور السادات. يعتبر مسلسل The Witcher اللي بيقوم ببطولته هنري كافيل من أكتر مسلسلات النتفليكس انتظاراً، وده طبعاً منذ الإعلان عن بدء تصويره في العام الماضي. فخلينا نروح ونشوف تفاصيل العمل المنتظر. ينتظر الجميع عرض الموسم الأول من مسلسل The Witcher يلي مكون من 8 حلقات ب 22 من ديسمبر القادم عبر شبكة نتفليكس. وبالرغم من أنه قصته من جديد عليهم، فهي مقتبسة من القصص القصيرة الشهيرة يلي بتحمل اسم نفسه للأديب أندريه سابوفسكي، وقد سبق واقتبس منها عدد أعمال فنية إلى جانب الفيديو جيمز. ويلي بيعرف The Witcher لابد أنه يعرف بطل القصص جيرالد، سائط الوحوش خارق القوة، ويلي اسمه تجسيده هالمرة إلى هنري كافيل، يلي بيعود إلى عالم الدراما من بعد غياب حوالي 9 سنوات عن المسلسلات، حيث كانت آخر أعماله الدرامية الجزء الأخير من The Tudors. والسر وراء اختيار فريق عمل المسلسل لكافيل تحديداً لهالمهمة مش النجاح يلي حققه من بعد مشاركته بفيلم ميشن امبوسيبل فول اوت لتوم كروز، مش للشعبية الكبيرة يلي حققها بدور سوبرمان، بل لأنه من جمهور قصص The Witcher من طفولته، كما أنه هو الوحيد من بين كل الممثلين يلي ترشحوا للدور ويلي تمكن من رؤية الجانب الإنساني لشخصية جيرالد. إلى جانب كافيل بيشارك بالمسلسل عدد كبير من الممثلين مثل مايانا بيرينغ، فريا آلن وغيرها. وبالرغم من أنه المسلسل ما انعرض لغاية هلأ، إلى أنه واجه العديد من الانتقادات يلي بتتعرض له هالنوعية من المسلسلات، حيث شبه الجمهور بجيم أوف ثرونز، إلى أنه سرعان ما صرحت نتفليكس بأنه المسلسل ما بينتمي إلى الفانتسي دراما كما بيظن البعض، بل أنه بينتمي إلى دراما الرعب، وكان ذلك غرض صناعه من استخدامه للفيجوال إفكتس. ومن الواضح أنه نتفليكس متأكدة من نجاح The Witcher، حيث أنه بتخطط لإنتاج 7 مواسم من المسلسل. بدأت نادين نسيب نجيم أسبوع على إنستغرام بنشر فيديو لإلها هي وعم ترقص، وبنفس اليوم نشرت صورة طريفة لإلها من داخل أحد المتاجر، وباليوم التالي نشرت فيديو الحملة الخاصة ببلغاري Save the Children باسم Give Hope من أجل مستقبل أفضل للأطفال يلي بتشارك فيها نادين إلى جانب أسيل عمران والكثير من الانترناشنال ستارز من بينهم أليسيا فيكاندر وليلي أولدريدج. ثم نشرت صورة لإلها وتمنت لجمهورها يوم سعيد، وباليوم التالي نشرت صورة لإلها من حملة Give Hope وقامت بتشويق الفانس حول الشخصية اللي رح تقدمها بمسلسل برمضان 2020. كما نشرت بوميرانج فيديو بتستعرض فيه إطلالتها بسباركلينج باكلس دريس، وأخيراً نشرت صورة لإلها بناتشرال لوك. النجم خالد النبوي قدم المخرجة الأمريكية مول سميث خلال ندوة في معهد الفنون المسرحية واللي كان فيها حضور كثيف، واللي تابعها زميلنا أشرف صادق. خالد النبوي سبق وتعاون مع مول سميث في مسرحية كامب ديفيد اللي قدم فيها شخصية الرئيس الراحل أنور السادات. خالد كمان كان سعيد جدا بتقديم مول سميث واللي عرض فيلم تسجيلي عن مسيرتها الفنية قبل بدء الحوار، وطبعا تم تكريمها من وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس أكاديمية الفنون النقيب أشرف زكي.
للتكريم أدعو المخرجة المسرحية الأمريكية الكبيرة التي شرفت بالعمل معها في مسرحية كامب ديفيد وكانت سبباً في تحولي من خالد النبوي إلى الرئيس أنور السادات، المخرجة الكبيرة مولي سميث. بعد التكريم حرصت مولي سميث على تقديم كلمة للحضور من طلاب المعهد. It's the best time in my life to be creating theater. In the theater, you've got to have passion. You have to have a fire in your belly. خالد النبوي ايضا كان حريص على الحضور للمعهد وتقديم مولي لطلاب المعهد، فما السبب؟ ليه انا مهتم انه اي خبره كبيره تبقى موجود في المعهد؟ لانه هنا بيتي، هنا اتولدت كممثل، ولحد النهارده نفسي ارجع تاني طالب اعوض لحظات الغفله عن التعلم. انا بشكره جدا لان هو جه رد على يعني رد العطاء للمعهد بهذه الزياره لمولي سميث، وطبعا انت شفت الاقبال والحشد من الطلاب كي يستفيدوا من تجربه خالد النبوي وتجربه مولي سميث وتجربتهم مع بعضهم البعض. ودارت حلقه نقاشيه بينها وبين طلاب المعهد، وكشفت ايضا عن كواليس اختيارها لخالد النبوي في مسرحيه كامب ديفيد وتجسيد شخصيه السادات. When I looked at some of the films of Khaled, I thought, this might be the right actor to play President Sadat. Khaled has a big head of hair. President Sadat. There is no way to make peace between us. I am an Arab and he is Jew. مبسوط ان يعني حاجه زي كده ان الاستاذ خالد بيدينا دفعه ان احنا نقدر نشتغل ونعمل ونجتهد اكتر اكتر. اتبسطت ان انا حضرت لها الندوه وهي ورتنا قد ايه يعني ان الممثلين فعلا ليهم مكانه كبيره، وزي النجم خالد النبوي عمل حاجه ما فيش حد في سنه يقدر يعملها، بس فاللي هو ادتنا امل يعني ان احنا فعلا لسه نقدر نبقى نعمل جيل جديد من الممثلين. حلقة عرب وود الليلة وكان فيها عرب وود يواكب زيارة المخرجة الأمريكية مولي سميث في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة، فماذا قالت عن تعاونها مع خالد النبوي؟ I thought, this might be the right actor to play President Sadat. كل ما تريد معرفته عن مسلسل The Witcher. شراكة أحمد مراد مع مهرجان القاهرة السينمائي من أجل القراءة. قدمنا مسابقة في القصة القصيرة فاز فيها 20 حد من آلاف. عربود يدخل كواليس فيلم باب معزول. فيلم روائي قصير ودي أول مرة فعلا أعمل النوعية دي. وبكده تكون خلصت أخبار وأحداث حلقة النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة من عربود، وشكرا لمتابعتكم.